دعني أعطيك إجابة مطولة لذلك. نحن ندعو هذه العملية دورة الاستهداف، وهي تتألف من 4 عناصر: أن تقرر وأن تحدد وأن تقوم بالأمر ثم تقيمه. فإذا هذه الدورة الاستهدافية هي دورة بالفعل. العنصر الأول أنت تقرر ما هي الأهداف التي ترغب في ضربها، وفي هذه الحالة أعتقد بأن هناك هدفان بالدرجة الأولى يرغب الحلف في أن يهاجمهما. أولا هو النظم التي يستخدمها الحوثيون من أجل أن يجدوا أهدافهم، والثانية هي النظم التي يستخدمها الحوثيون من أجل أن يقوموا بالهجوم على أهدافهم. فإذا نظم الرادار وهي بمثابة الأعين والآذان للحوثيين، أعتقد بأن هذا هو الهدف الأول حتى تستطيع أن تعميهم ضد هجمات المستقبلية. ثم الأولوية الثانية هو نظم الإطلاق. فإذا هذه الخطوة الأولى أن تقرر. أما الخطوة الثانية فهو وقد قررت ما الذي ترغب في أن تهاجمه، ما هي الأهداف الحساسة، فإذا ينبغي أن تكشف عنها، ينبغي أن تدرك مواقعها. يمكن أن تقوم بذلك عبر المعلومات المخابراتية المختلفة مثل نظم الأقمار الصناعية وأعينك على الأرض وأنظم الرادارات والصور. فإذا هذه الخطوة التالية في هذه العملية، وهو الكشف عن مواقعها. ثم عندما تتم هذه القائمة من الأهداف التي ترغب في ضربها وتعثر على مواقعها، ثم ستقوم بالإنجاز بالقيام بذلك عبر الصواريخ أو عبر الضربات الجوية. ثم تقوم ما ندعوه التقييم، مرحلة التقييم، تقييم الضرر. هذه العملية التي تقوم فيها برؤية ما الذي ضربته وتحلل كيف سببت الضرر والتفكيك لهذا الهدف. ترى مثلا شاحنة محترقة، ربما هذا مؤشر جيد بأنك قد دككت هذه منصات الإطلاق المتحركة، ولكن قد تعرف أو لا تعرف ما إذا كان هذا الموقع لا زال يعمل أم لا. فإذا هذه هي الدورة الاستهداف التي ستبدأها مجددا، ولذلك رأينا إعادة استهداف في اليوم الثاني ربما كنتيجة لهذا التقييم للقصف الذي قاموا به، وتستمر هذه الدورة اليوم تلو الآخر. أنت تقرر ما هي الأهداف التي ستضربها وتكشف عن مواقعها وتقوم بهذا الهجوم وتقوم بالتقييم. فإذا هذه هي العملية، ولذلك سمعنا مصطلحات من قبيل، قال أمريكا بأنها ضربت 80% من أهدافها. الإيكونوميست ونيويورك تايمز ذكرت بأنها دمرت 20% فقط من القدرات. ربما هناك مدعاة لذلك. أولا لم يتمكنوا من الكشف عن كافة الأهداف التي كانوا يرغبون في تحريها، ورقم 2 لم يتمكنوا من الهجوم على كافة الأهداف، إما لأنه لم يكن هناك ما يكفي لذلك، أو لأنهم أخطأوا في بعض الأهداف ثم يقومون بالتقييم ويبدأون ويعودون الكرة. فإذا هي عملية منظمة تماما، وأنا أعتقد بأنهم في الليلة الأولى والثانية من الهجوم نيويورك تايمز قد أصابت، ربما بالفعل قد دككت 20% فقط من الأهداف. ولماذا؟ ينبغي أن نتذكر بأن الحوثيين يصارعون لعدة سنوات، وقد تعلموا بأن دورة تعلموا ما هي دورة الاستهداف، تعلموا من الهجمات على السعودية والإمارات هذه العملية بأسرها، وقد تعلموا بعد أن هوجموا ما هي التكتيكات التي تستخدم إما لكشفهم، كشف الأهداف للسعودية، كشف مرافقهم للسعودية ومواقعها، بحيث يتمكنون من كشفها حتى من تغطيتها حتى لا تكشف. فإذا على مر السنوات الحوثيون وهم مقاتلون جسورون قد تعلموا النمط الغربي لهذه الدورة الاستهداف. فإذا بدأنا في حارس الازدهار ضد عدو محنك وقد خاض في ذلك لسنوات طوال، فهم يفهمون كيف سيكون الصراع وكيف يمكن أن يقوموا بإجراءات احترازية ومضادة لأن يختبئوا أو من أجل أن يشتتوا المرافق، بحيث إذا ضربت واحدة فلن تضرب الأخرى. فإذا كل هذا يطلعني على أنه بالأخذ بعين الاعتبار حنكة الحوثيين
وتكتيك الحوثيين الذي يستخدمونه، وحقيقة أنهم يعني الحوثيون يجيدون الإجراءات المضادة لإخفاء مرافقهم. من ثم أعتقد بأن هذه التقارير التي رأيناها بأن الحوثيين قد قوّدوا بنسبة 20% فقط، فأعتقد بأن هذا أمر منطقي. هناك أعدادا كبيرة من الهجوم والضربات والأسلحة التي استخدمت، وأعدادا كبيرة من الأهداف التي ضربت، ولكن من جديد بعض الأهداف فعلا لم تضرب، وأهداف أخرى قد ضربت بالفعل ولكن لها لم تحقق الأثر المرجو. فإذا أين أعتقد بأن موقع الحوثيين الآن؟ أعتقد بأن لديهم الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن الأمر الأهم التي تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا أن تقوم هو أن يعموا أعينهم، لأنه إذا لم تكن الأعين تبصر فإذا أنت لم تعرف ما الذي ستضربه. وأعتقد بأنه لذلك هناك رسالة قوية ترسل لإيران أيضا، لأن إيران تقدم العيون والبصيرة للحوثيين أيضا. أعتقد بأنه ربما هذه رسالة لإيران كذلك، بأنكم إذا واصلتم العمل في البحر الأحمر واستهداف نيابة عن الحوثيين فإذا سنعتبركم هدفا بالمثل. ولذلك رأينا هذه السفيرة الإيرانية كما ذكرت، كثير من العمل لا زال قيد الإنجاز. الحوثيون ضربوا وتم تقويضهم قليلا، ولكنهم لازالوا يحتفظون بالكثير من القدرات، وبمثل درجة من الأهمية لازالت لديهم العزيمة للقتال.